كابتن محمد، شايف النهارده المباراه ازاي؟ احنا الحمد لله حققنا الهدف منها وهو الفوز 3-0 الحمد لله، بدون يعني ما نخش في يعني اشواط زياده عشان اللعيبه تكون مرتاحه بشكل كبير، ولكن النهارده احنا خلصنا مباراتنا بعد بو سالم بيمكن بساعتين، فاحنا راحتنا اقل من بو سالم. شايف ازاي؟ شايف فرقتنا بكره ممكن تبقى اداها ازاي كده؟ الحمد لله ربنا وفقنا النهارده ان احنا نكسب 3-0. انا شايف ان الشوط الاول والثاني هو كان للاعبين، والشوط الثالث اللي لعبه باقتدار هو المدرب بهدوءه، لان الهدوء هنا هو اللي ادانا ان احنا قد ايه كان الفريق هو كان متقدم علينا في اغلب الوقت بتاع الشوط، 3 نقط واربع نقط ونرجع نجيب تاني وتلات نقط واربع نقط. فبصراحه هدوءه وتركيزه وان هو ما غيرش بسرعه وما تسرعش في التغييرات. هو يمكن لما نزل بدل اللعيبه حسام واحمد صلاح بعبد الله وسيف حسن عابد، بدا ان هو يظبط الملعب تاني. عبد الله بخبرته بدا ان هو يلعب سيرفات جامده، بدا يسرع اللعب، شفنا هجوم خلفي، شفنا هجوم من على الشبكه. فيعني بصراحه هدوء المدرب النهارده هو اللي خلانا نكسب الشوط الثالث الحمد لله. ان شاء الله باذن الله، ونتمنى الفوز بكره في النهائي الساعه 8 ان شاء الله، وهننقله لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي، واكيد هيكون الاستوديو التحليلي قبليها ان شاء الله بساعه على الاقل عشان نكون مع فرقتنا باذن الله.